أهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. حقق النادي الأهلي الفوز على إنبي بنتيجة 2-0 في اللقاء اللي جمعهم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 لمسابقة الدوري المصري. سجل ثنائية الأهلي محمد شريف وأحمد عبد القادر. بالنتيجة دي الأهلي واصل صدارته للدوري برصيد 56 نقطة، وقف رصيد إنبي عند 36 نقطة، وبيدخل المركز العاشر، بيحتل المركز العاشر في جدول المسابقة. فريق البنك الأهلي فاز على أسوان بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل أسوان المركز 14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وفريق البنك الأهلي رفع رصيده للنقطة 31 وبيحتل المركز 13 في جدول الترتيب. كمان فريق فاركو نجح انه يفوز في تحقيق الفوز على سموحه بنتيجه 1-0 في المباراه اللي اقيمت بينهم على استاد برج العرب بالاسكندريه ضمن منافسات الاسبوع 29 من الدوري. الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك استعاد خدمات أحمد بالحاج في المباراة القادمة أمام طلائع الجيش المقرر ليها يوم الثلاثاء الجاي ضمن مؤجلات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري المصري. نادي سيراميكا تلقى إخطار من رابطة الأندية المحترفة بتعديل موعد لقاء الفريق ضد النادي الأهلي مساء الاثنين الجاي ضمن مواجهات المؤجلات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز. قررت رابطة الأندية إقامة المباراة الساعة 9:30 بدلا من الساعة 8 مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي. فريق بلد الوليد فاز على برشلونة بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي. بيتربع برشلونة على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة، فيما يتواجد بلد الوليد في المركز 17 برصيد 35 نقطة. نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تألق امبارح في تدريبات الريدز استعدادا للمباراة اللي هيلعبها امام ساوثهامبتون في الجولة الجاية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. وخلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع منى ومصطفى. شكرا لك يا هلا.